مرحبا ابو عصام. اهلين وسهلين يا ميت هلا. السلام عليكم عمي. اهلين وسهلين. ايه ضوك يا عيل، قلت لحالي بنمر بنسلم عليك. اهلا وسهلا. ما قلت اخر بالشغل عمي؟ لك عمي العمل بيخلص والشغل ما بيخلص. اي والله. اهلا وسهلا اخي، نحن مانا جايين نقعد، بدنا اياك انت تسكر وتروح على بيتك. شايف الدنيا كيف مقلوبه قلب فوق راس العباد، الله يوفقك. اي والله يا عمي، الله يكون بعون العالم، الحاله ما منيحه ابدا. ابوك شلون عمي؟ انا مشان هيك جاي عمي. ابو عصام ظافر جاي اقول لك كلمتين، وهذا الشاب والله والنعم منه. اي والله ما في منه، اي والله، والله يا عمي والنعم منه ومن اللي خلف كمان. عمي من بعد اذنك بدنا نحل هالقصه. براسي هات اشوف، امرني. يعني الوالد متمشكل ومشربك اموره بعد قصه المظاهره. والله يا عمي مو هين علي وضعه، يعني ان كان انت ولا ابي ولا عمي ابو حازم سعركم واحد عن شباب الحاره، يعني ما بدنا الكبار يتعالوا مع بعضهم. شوفت عينك، ما بدنا يخرب حالنا اكثر مما هو مخرب. وانا من ايدك هاي لايدك هاي، اللي شو بدك تساوي حتى تساوي؟ العفو عمي، بس والله ما بعرف. خلص لك عمي خلص، طمن بالك، عمك ابو عصام كفو. زفير ابوك بالبيت. الله محييك عمي، ايه بالبيت. خلص عمي براسي وعندي والليلي ومرح بيتها وراح حطها واضي له كبيرنا بيضل كبيرنا. أحياء عينك. تفضلت عمي. السلام عليكم. السلام عليكم. مش هم حبيسكم؟ يعني حبيسكم ولا حبيس غيركم؟ حزب الشعب ولا حزب الكتلة ولا غيره ولا سواته؟ إيه ما راح تزبط، ما راح تزبط. الفرنساوي من غير شيء كان يسلم بالعرض على كل الناس، على كل أهليتنا. يعني محتل اللي محتلنا في ألمانيا هلا محتلته، مزبوط لما لا؟ مزبوط. إيه ما له يعني حيط السند عليه، عم يسند على راسنا، على راس العباد هون، وعم يقاتل دباب وشو. وما بنصح تفوتوا والفوتي لا بصة العرضات ولا بصة المظاهرات، لأن هذا الشيء رح يزيد عدد المحابيس بالحبوس، بس هي يعني حيزيد وجع الراس. زعامات الميدان والشاغوب حكوا ذات الشيء يا أبو عصام، بس هي الحكومة صايرة أصعب من الفرنساوي. لك يا عمي بايمي، حكومة عم تضرب بإيد الفرنساوي وكلب الأمير. أمير؟ طيب والعمان؟ والله ما بعرف، بس يعني جربوا فوتوا معهم بالقانون وما القانون، مو في تحقيق ومحققين؟ يقل محققين ولاد البلد من هون من سوريا يعني، مو في محاكم مدنية؟ ايه شوفوا مثلا المحامين، محاكم شكلية سيد شوكات، من برا مدنية من جوا عسكرية، نحن خايفين على شبابنا وشباب البلد. والله حال من بعضه يعني، حال من بعضه مسكرة من كل الأراني، الحال من بعضه لك عمي. ايه والله مسكرة من أربع تركان على الشام. طيب إذا ضربناك الاجتماع بتحضر؟ هلا بحضر، بس يعني خلينا بالناس هلا، لا خلينا بهم الناس وبلقمتها ويوم بيوم. شلون شو أفضل أبو عصام؟ لك عمي تمشايد حال الناس هلا أهم، والله أهم. شو عم نستفيد اجتماعات وعرضات وقصص وبيانات وشو بدك بالقصه؟ الناس بدها لقمتها، الرغيف ولا الحبوس؟ حق معك، اصلا هيك حال الشام، عايشين بين الرغيف والزنزان. هذا مو بشير؟ ليش عم تفتح الدكان لك عصام؟ شو عرفني؟ مين هدو؟ شرفتونا عمي. هلا السلام يا الله صحتك. يلا ناطرك. ها عمرك عمي.
هذا اكيد عم ابو عصام. ظافر يبي الباب عم بيدق. هذا اكيد عم ابو عصام جاي. ارجع، ما بدنا نفتح لحدا. بس يا بي الزلمه جاي يزورك. لك قلت لك ارجع، ما بدي استقبل حدا. ابوك امتى بده يعرف قيمة حاله؟ امتى؟ امشي خليفة، امشي شوف شو في براسه. ابوك ادرى بالشي اللي عم يساويه. لك يا خالتي هذا الشي اللي عمله ابي اسمه عيب، ما بيصير. شو هاد؟ شو هاد ولك زافير؟ اللي عم تعمله واللي عم تحكيه هو العيب. لك الزلمه اجى لباب بيته، هيك بيساوي؟ ايه واذا ابوك بيعرف شو عم يعمل؟ اهل الحاره انت ما بتعرفهم. انا اللي بعرفهم، بعرف داخليتهم وقصصهم ومشاكلهم وخابستهم وعجنتهم. ولا هذا ابو عصام حلس ملس نجي زلمه بستين وش، مين مفكر لي حاله؟ أقريبوز باشا؟ أشو يعني الوالي زارنا؟ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. شو يا مو لقيته؟ لقيناه وما لقيناه. شو حزيرة هاي لقيناه وما لقيناه؟ وين أخوك معتز؟ راح على بيته. خلص يا مو، خلص مشان الله، حاج يغلى قلبك عليه. ليكو هلا تك بيجي. ها ليكو هاي إيش أبي يا مو؟ مساء الخير. مساء النور. ليش لهلا يا أبي؟ أوه، ليش السؤال؟ لأنه الدنيا مو أمان وضروري تغلي قلبنا عليك؟ بسيطة سعادة، حقكن علي بحقكن علي. تعشيتوا؟ لا، رح نحط العشاء. امشي أمي. يلا يا أمي يلا. شباب التاني يا بي، مين كان عندك بالدكان؟ بالدكان؟ ايه بالدكان. بعدين يا بي ليش لحتى تروح لعند ابو ظافر؟ منو هاد حتى توقف على بابه؟ تدق بابه ما يفتح لك؟ منو هاد؟ ليش تعمل له قدر وقيمة؟ ليش؟ لا حال البلد ابي، هذا حال انت شايف بعينك والناس كلها شايفة. الله يرضى عليك، وانا ما بعمل غير واجبي. ولا لازم اقعد بالبيت هيك اقعد مثل الحريم؟ هيك بتكون؟ يا بي بس نحن شو بدنا بقصص هدول الاحزاب؟ والله مو ناقصنا، مو ناقصنا هدول القصاص، لا انت ولا نحن. وهدول الاحزاب لايش؟ يا محلاهم وقت الانتخابات بيصيروا بيحتاجونا، ووقت بتخلص الانتخابات خلاص بيطوطونا خالصين. معلش يا ابي معلش، ما بصير. الله يرضى عليك ما بصير. اسمعوا، في شيء مهم وفي شيء اهم. البلد اهم، الشام اهم، الحال دائره والناس مو ملاقيه تاكل. اللقمه صعبه لك عصام، والله صعبه. ايه والله صاحبي. وشو دخلوا هذا ابو طراب ابو ظافر لحتى تروح لعنده؟ دخلوا ابي، دخلوا انه لازم يعرف، وانا رحت اعمل واجبي واعطيه خبر. عرفت بقى؟ ايه. وشو عمل هو؟ ما فتح لك الباب؟ وسمعت باذنك شو قال؟ سمعته ابي، سمعته كم ما سمعته، سمعته مثل ما انتم سمعتوه كمان. القيمه لك ابي مش حادي، القيمه بتنشرها والناس عم تعطي عليك، معناتها بيعرفوا قيمتك حتى لو سبوك. لك هذا الزلمه ما في عقل لك ابي، والزلمه زينته عقله. لو في عقل كان عم كرم لابنه، هو عم كرم لابنه لك ابي. لانه ندل طول عمره ندل. لا لك عصام، هيك بزعل منك. لك ابي هذا الحكي ما بيطلع منا نحن، هذا عيب. وبشير يا ابي. بشير شو عصام؟ انا حاقول لك كلمتين، انت واخوك معتز بتخبروا كمان للتاني. اللي شفتوه بعينكم اليوم تنسوه، تنسوه وبس، ما بيجي بسيرته. واذا بسمع كلمه هيك ولا هيك، والله العظيم هي يمينا بالله لح تشوفوا مني شيء ما شفتوه بحياتكم. قص نص اذا وصل الحكي هذا لامكم. فهمت؟ فهمنا يا ابي فهمنا. طمن، ما رح نقول لها شيء. ده شيء ناقصه اللي فيها مكفيه.
يلا العشاء جاهز. معلش يا عمو انا مالي نفس، راي على بيتي. تصبحوا على خير.